دقيقه بمساعده الحكام بقى، بمساعده حاجات، ضربات جزاء ما جاتش، حظك الكوره بتخش في منطقه ال 18 ثلاث اربع كور تبقى اهداف محققه. ف زي ما الكباتن قالوا وزي هنقول وزي ما هنحلل، خلاص احنا عايزين النهارده كوماندوز في الملعب ما بيخلوش لفرقه الوداد وجود. فرقه الوداد ما لهاش وجود بالبريس، بالضغط على الخصم، بافساد الهجمات زي ما كل مره بنقول واحنا بنلعب بره ملعبنا. لازم يبقى لنا وجود ولازم يبقى احنا الاخطر في الكونتر اتاك. الكونتر اتاك اللي هو بيتمثل في ازارو النهارده ان شاء الله نجم وبعالي، رجوعه جايه لمستواه، ده تحرك الاتوبيس كان باذن الله بالسلامه ان شاء الله و... كل التوفيق. حتى الاتوبيس بيجري بسرعه، يعني عايز يلعب الماتش دلوقتي يعني لو تلاحظ القصه دي. ففي حافز كبير قوي للعيبه بتاعتنا النهارده، ان هم رجاله الحقيقه في كل حاجه، بيلعبوا جوه زي بره، واعتقد انه بيلعبوا بره احسن كمان دلوقتي ان شاء الله. كابتن ربيع، 90 دقيقه جديده زي ما قال الكابتن شريف، ايه المطلوب فيها ككل؟ انا يعني انا ابني كل شغلي على منظر الجمهور اللي انا شفته قبل الفريق ما يسافر يوم الثلاث. يعني انا جايب الصوره معايا، الصوره دي المفروض بامر الله تعالى كل 90 دقيقه النهارده تتبني على الجمهور اللي موجود بامر الله. اول شيء الصفات الاراديه، لما اشوف النهارده جمهور عظيم بحجم الجمهور ده، وانا المنظر ده في حياتي ما شفتوش، لازم يبقى في حاجه غير عاديه في 90 دقيقه النهارده. بالظبط، بالك مفيش شك ان المباراه صعبه للفريقين، الفرص متساويه طبعا. النادي الاهلي بنجومه، عنده نجوم، عنده قدرات، عنده خبرات فنيه على اعلى مستوى، عنده مواقف في 2006 و2012، وعنده مواقف لسه النجم والترجي، وهو برضه عنده مواقف، والاهلي وصل عن جداره وخرج فرق كبيره، اخرها النجم والترجي، هو برضه وصل، وعنده فرقتين كبار سان داونز، واخد بالك، وخرج الاتحاد العاصمه الجزائري. طب شايف ان في اوجه اختلاف يا كابتن بين دي تونس وانديه المغرب؟ والدوافع. لا، بتتكلم على الاهلي ولا بتتكلم على الكره التونسيه؟ انا بتكلم على الفرق اللي قابلها الاهلي، الفرقه زي الترجي، زي النجم الساحلي، زي النهارده اللي قابل الوداد. هل مقابله الوداد مختلفه عن مقابله النجم الساحلي والترجي التونسي؟ الترجي كان اصعب واقوى وافضل، لان يعني الترجي كان يملك المهاره ويملك الانتشار ويملك التنويع والحلول، دي حقيقه. وكان عقل الترجي خد بطوله عربيه هنا في مصر وسط الاهلي والزمالك وانديه كبيره جدا، والترجي كان عمل نتيجه في مصر رائعه. لكن الاهلي، عشان كده احنا قلنا متفقين، مفيش اصعب من الترجي، مفيش اصعب من الترجي السنه دي، خد بالك. والاهلي الحمد لله رجع وزي الفل، ودخل في هدف خلص بيه الشوط الاول، انه يرجع في الشوط الثاني وحقق، ده غير الفرص اللي ضاعت. فعشان كده بقول لك الفرقتين قريبين، بس الاهلي حلوله كتير. عشان كده حسام بامر الله تعالى وتنويعه كمان، وقدراتنا اللي عندنا هي اكتر، هو عنده قدرات، يملك قدرات هجوميه ويملك قدرات في وسط الملعب، الخمسه بتوع وسط الملعب هنا، الخمسه وسط الملعب هنا، باربعه اتنين تلاته واحد تلاته واحد او اربعه تلاته تلاته باشكالها، هما الاثنين قريبين. لكن الاهلي لان المواقف دي كلها، يعني مثلا الجمهور النهارده مهما يملى الملعب مش هيأثر النادي الاهلي، لا قبل كده ده سيناريو متكرر، في سيناريوهات اكيد عند حسام البدري كتيره جدا. لكن انا من وجهه نظري المباراه في سيرها، المباراه هتحسم بمشيئه الله. على الورق الاهلي افضل واحسن، وعلى الورق برضو الوداد له حظوظ، لكن انا من وجهه نظري انا سير المباراه فنيا في بدايتها لحد الشوط الاول لحد النهايه هيختلف. هنا بقى وعي المدير الفني، شغله الخططي، شغله جوانبه بقى، سير المباراه الفنيه، في ان انا اغير، ان انا اعمل، ان انا ارحل، ان انا خد بالك اعمل تغييرات. انا اعتقد ان ال 90 دقيقه هتحسم بمشيئه الله تعالى، توفيق الله ثم تركيز والتزام المدير الفني مع اللعيبه في قراءه سيناريو سير المباراه بالنسبه له وعليه. اكيد كلام محترم جدا يا كابتن سمير. يعني ايهما سيطغى على الاخر، التكتيك ولا روح اللعيبه القتاليه؟ كان مباراه الذهاب كان في تاكتيك على اعلى مستوى من فريقين، من فرقه الوداد تاكتيك على اعلى مستوى من نواحي الدفاعيه، والكابتن حسام استخدم الاطراف والاختراق من العمق واحرز هدف لمؤمن زكريا في الدقيقه الثانيه، كان نواحي تكتيكيه هجوميه. فالنهارده الوضع هيختلف، مباراه الذهاب ده شوط ثاني، فخلاص هي 90 دقيقه، يعني كل واحد الفريقين اولا ميدو حافظين بعض، عارفين نقطة القوة هنا ونقطة الضعف هنا، والكابتن حسام البدري مع حسين عموتة كل واحد بي بي بيقول تصريحاته ان هو جاي يكسب. يعني كابتن حسام اتكلم ان هو جاي يكسب، وانا من وجهة نظر ان كابتن حسام هيهاجم
او هيضغط على الوداد من اول 10 دقائق. هنتكلم في الفنيات. يعني دي برضو نقطه مهمه لازم اطرحها عشان برضو ايه الناس تبقى يعني متواجده معانا وفكرهم يبقى قريب مننا برضو، ان احنا الجماهير هيبقى عامل اساسي وهيبقى ضغط عليك وهيبقى طبعا هيحفزهم، انما كابتن حسام لو عمل النقطه دي يا ميدو اول 10 دقائق هيمتص حماس الجماهير خالص، واللعيبه تبدا تاخد ثقه ويبدا ان هو طبعا يشتغل الشغل عادي جدا. انما النهارده في نواحي تكتيكيه على اعلى مستوى، في سيناريوهات هتحصل من الكابتن حسام ومن الكابتن حسين عموته المدير الفني الوداد، كل ده هنشوفه بدايه من الشوط الاول. انا وجهه نظر ان هيبقى فيه تكتيك على اعلى مستوى، هيبقى فيه لعيبه عندها خبرات هتادي الدور التكتيكي طوال 90 دقيقة. تمام. كابتن شريف برضو شايف الموضوع ازاي؟ في تكتيك النهارده هيفرض نفسه على سير المباراة، ولا اللعيبة زي ما قال الكابتن ربيع ياسين برضو اللعيبة وإمكانياتها البدنية والفنية هي اللي هتفرض الكلمة، خصوصا إن المباراة يعني مباراة نهائي بيبقى فيها الدوافع كتير قوي، وهسألك برضو بعد كده أنهي الدوافع أكتر، أو أيها أيا من الفريقين عنده دوافع أكتر، الوداد المغربي ولا الأهلي المصري؟ بس قول الأول تكتيك ولا روح؟ والله هقول لك على حاجه زي انا هاخد من كلام سمير من الاخر، يعني كان بيتكلم على مدرب الوداد حسين عموده، وكان هو فاكر ان اضعف حته في النادي الاهلي اللي هي الناحيه الشمال بتاعه معلول. معلول كان بيتقدم كتير قوي في كل المباريات اللي احنا كسبناها، وكان عامل جبهه خطيره جدا ونقل الحركه وبيحرز اهداف. فلقيت من اول دقيقه في الماتش اللي فات ان الراجل ده بيحاول يخلي بن شرقي ده يجي على الشمال وتتلعب له طويله ناحيه الشمال، وبيشغل الناحيه اليمين اللي عندنا دي اللي هي فيها نبيل معلول، وكان كل الضغط على محمد نجيب لو تفتكر هو اللي كان بيغطي على علي معلول، وبيبتدي حتى الهجمه كان محمد نجيب. فانا شايف ان كانت الخطه بالنسبه له انه لو ما قدرش على المنطقه دي وتقفلت صح من النادي الاهلي كان بيروح عامل العرضيه الطويله الناحيه الشمال ناحيه احمد فتحي، وكان في بن شانتي كان اسمه ايه الوينج ليفت بتاعهم سريع جدا ومن احسن اللعيبه عندهم. محمد اونيج كان بيبقى رايح هناك. انما احمد فتحي الحقيقه قدر ان هو يسيطر على الحكايه دي. فاحنا ما شفناش غير الهدف بتاع محمد بونج اللي عملها بالعرض، والخطوتين اللي اتسرق فيهم سعد سمير اللي ما نشوفهمش تاني ابدا النهارده ان شاء الله، ويكون درس بالنسبه لنا. التاكتكس بقى اللي انتوا بتتكلموا عليها كان النادي الاهلي، الحقيقه النادي الاهلي هو اللي كان عنده الاطراف بينوع من يمين للشمال، وانا دايما بقى عندي مقوله على النادي الاهلي وفرقتنا اليومين دول ان هم عاملين زي فرق هولندا لو تفتكر، بياخدوا الكره من اليمين ينزلوها نص الملعب يطلعوا الاطراف يرجعوا ناحيه الشمال يرجعوا تاني ينقلوا كره نص الملعب. بعوده عبد الله السعيد ادانا النفس او ادانا الطموح ان هو يبقى فيه وليد ازارو من جديد يقدر يسرق، زي ما كنت فاكر لما كنا بنقول كان في ماتش رجاء بيطلع يعمل الفينت وبعدين يسقط ويتعمل له كوره طويله فيروح له الجول. هي دي الحاجات اللي المفروض او الحاجات اللي يمكن ربيع يكون لما لو ربيع عنده ماتش زي ده فهتلاقيه على اخر يومين بيعمل تاكتكس التاكتكس بتاعته ازاي انا بكره مطلوب مني ان انا اروح اجيب جول، اروح اجيب جول فهلعب بنص الملعب والفراوده وهخلي تدريب الدفاع لوحده مع اي مدرب تاني موجود هيشوف حكايه الدفاع والجون اللي دخل فينا. فهذا التاكتيك اللي هي احنا دخل فينا جون بهذا الشكل واحنا ازاي نقدر نجيب جون تاني. الشكل اللي حصل في المباراه الحقيقه اللعيبه عملت عليها تاني تايم، وانا لو كنت يعني بدي كل العذر للاعبتنا هنا في فرقه يوم برج العرب ان كلهم كانوا مرهقين جدا وكان في اصابات كتير قوي، حتى البديل داخل البديل داخل بيتعور وبيخرج تاني وبينزل متعب بيقول لك لو كان نزل بدري الكلام ده كلام مدير فني هو اللي يقول مين ينزل ومين أكيد يطلع أكيد. يعني فان شاء الله التكتيك اللي انت بتتكلم عنها دي تكون اتقرت خلاص، يعني انا اكون قريت فرقه الوداد كامله واعتقد ان انا لازم يبقى عندي ثقه في لعيبتي وبس الروح في لعيبتي الثقه دي عشان هي اللي هترجم الاهداف باذن الله. اكيد. كابتن ربيع طمني على حته الشمال، علي معلول غياب حسين السيد المرشح بقوه ان هو يشغل هذا المكان، شايف المكان هيبقى عامل ازاي في وجود حسين السيد؟ لا طبعا هو يعني في ظل هذه المباراه تحديدا هو بص برضو من ضمن العناوين النهارده بفضل الله تعالى ان احنا الاهلي ملك النهائيات، يعني الاهلي بفضل الله تعالى في النهايات مكتسح ومكسر الدنيا بفضل الله دايما الحمد لله رب العالمين. ما فيش شك ان حسين السيد لعب كويس، حسين يعتمد عليه بامر الله، وكان في الدوري وسجل هدف ماتشين الدوري الاتحاد والرجاء، هو لعب الماتشين وتالق وابدع وسجل وحسين السيد يعتمد عليه. حسين السيد جه الوقت كان هو الباك ليفت الاساسي في النادي الاهلي، اي راجل
في تيم النادي الاهلي يعتمد عليه. حسين السيد من الرجاله اللي معتمد عليها وهيبدع ويتالق وهيبقى وحش ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى لو حسام ابتدى بيه النهارده. انت لو جبت خلي بالك من فرقه 97 لان زي ما قلنا قبل كده الاهلي بمن حضر، الاهلي الكيان الكبير ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه ويكرمه، في نفس الوقت اللي بيمثل الكيان من غير حتى ما تغرز فيه الصفات الرياضيه يا ميدو، هو عنده بيجي خلاص بيبقى عارف يعني ايه تركيز، يعني ايه التزام، يعني ايه اراده، يعني ايه واخد بالك رغبه، ده مهم جدا. في نفس الوقت انت بفضل الله تعالى الوعي الخططي له دور كبير جدا من حسام واللعيبه. انت كسبت النجم وكسبت تفوقت عليه وكسبت الترجي وتفوقت عليه بوعي خططي رائع بخبرات كبيره جدا عند حسام بدر وخبرات كبيره جدا عند اللعيبه. المواقف دي هي هو ده هو ده اللعيبه ذات الجهاز، توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل ده. لكن في عوامل فنيه تطمنك، لكنك عندك مدرب النهارده راجل قدير بيعرف يقرا ويشوف ويغير، والسيناريوهات بالنسبه له الحمد لله من 2006 الحاجات دي كلها قدام، عندك لعيبه برضه على مستوى. فبالنسبه لحسين السيد، هو كابتن حسام عنده حلول غير حسين السيد؟ عنده حلول كتيره جدا. زي ايه؟ عنده حلول الجوكر، لاعب الجوكر ممكن احمد فتحي مثلا، وعنده صبر الرحيل، وعنده ما انت المدرب. يعني انت موافق على احمد فتحي يروح شمال؟ لا ده لا ده انا بقول في حلول. انا بسالك ليه؟ لا انا حسين العدله، انا احمد فتحي حاليا كابتن شريف بس هم بيهجموا. ربيع بيهجموا جامد قوي من الحته، تركيز كل فرقه الوداد دي من عندنا من الناحيه دي اللي هي كانت ناحيه الشمال بتاعتنا، ما بيلعبوش، انا ما شفتهمش كتير قوي. يعني انت بترجح بترجح يعني انا شايف، لا انا بقرا ساعات، انا بقرا دماغ حسام بيبقى ايه، عايز يكسب محمد هاني واحمد فتحي جوه الفرقه وما يخاطرش بحسين السيد. ايوه يعني كابتن، انما الطبيعي اللي بيقوله الكابتن ربيع احمد فتحي يروح ناحيه الشمال. انا شايف ان يمكن يكون السيناريو ده موجود. لا يعني بص، يعني افقد احمد فتحي عشان اقفل خطوره عشان ماتش لعيب، عشان ماتش. بص يا كابتن، بيه اكتر من كده. لو لقيته في الماتش هكلمك في الحته دي. لو لقيته في الماتش بيعمل كده ما تعيبش على الجهاز الفني، ده هو شايف تاكتكس بتاعت الوداد يا ربيع من الماتش اللي فات. بس انت ايوه طبعا شايف القصه دي، انت بتبني طبعا بتبني على